اليوم أود أن أتحدث معك عن موضوع قانون الانتخاب. هناك كلام جدي وإن كان خجول يتحدث عن نية لدى النواب بتعديل قانون الانتخاب قبل الذهاب إلى الانتخابات النيابية المقبلة في عام 2026. الأمر مبكر قليلا، وهل هو فعلا جدي إلى الحد الملموس واللي عم نسمع فيه بأنه سيتم تعديل قانون الانتخاب؟ مساء الخير لك وضيفك الكريم ومشاهدين. عمليا في حديث يعني بعد اجراء انتخابات، وتبين قديش كان في يعني ثغرات بهالقانون هيدا من حق الكتل النيابيه وكتلتنا من بينهم انه يعني تحاول تعيد النظر ببعض الامور من اجل تحسين يعني هذا القانون. ما حدا بده يغير القانون بالمبدا يعني ككل، لكن هناك بعض التعديلات التي يجب ادخالها على هذا القانون. هلا التوقيت يعني اذا تاخرنا عم نقول دائما، لانه كل قانون يعني قانون بهذا الحجم والاهميه بده يصير في نقاش كبير حواليه وتختلف الاراء حواليه، وبالتالي اذا تاخرنا بالوقت يمكن هذا النقاش يطول وما نوصل لنتيجه قبل الاستحقاق القادم، وبالتالي كان لابد من طرح هذا الموضوع او على الاقل بعض الافكار اللي بدها مناقشه من قبل كل الفرقاء من اجل الوصول الى يعني صيغة مقبولة وتستطيع أن تبلغ كتعديل لقانون الانتخابات في دبي. ما هي أبرز النقاط التي تطرحونها اليوم للتعديل في القانون الحالي؟ ونذكر أنه أيضا كان حكي في الانتخابات الأخيرة أنه سيتم الحديث عن موضوع النواب الست اللي بدهم ينتخبون بالاغتراب، الذين يمثلون الاغتراب اللبناني، هذا من ضمنهم. ماذا غير هذه النقطة يتم البحث بتعديلها بالقانون الحالي اليوم؟ يعني هو يعني ما وصل الامر الى يعني دقه البحث او نهائيه البحث بالنقاط اللي بدها تعديل، لكن ايه هيدا من هذه النقاط، لانه هيدا مذكور اساسا كان بالقانون استثنائيا بالمره الماضيه، اخذ التدبير اللي بنعرفه كلنا بالتصويت بين القارات. هذا موضوع بده حل، لانه باساس الموضوع هو النواب الذين يمثلون المناطق خارج لبنان، وبالتالي صار في تعديل استثنائي واللي مره وحيده على هذا الموضوع، لابد من بدء او حسم هذا الموضوع باتجاه معين. وطبعا الاتجاه انا عم بحكي عن اتجاه يعني طرح افكار، لكن هذا يتطلب انه يكون في اكثريه مجلس النواب من اجل التصويت عليه. الامر الثاني يعني في شيء يخالف يمكن الديمقراطيه بمبادئها الاساسيه اللي هو الصوت التفضيلي على سبيل المثال. يعني عم بقول هلا افكار عامه، لكن ما في شيء تحدد بعد لحد هلا، بس التوجه هو لهذه لتعديلات على هذا القانون، انه مثلا يعني بيتفق فرقاء ان يخوضوا انتخابات سواء بناء على برنامج معين وتوجه معين وافكار معينه بيتفقوا عليها، وبالتالي العمليه الانتخابيه تنفيذا بتصير كانه اعطيني صوتك ما تعطي صوتك لزميلي باللائحه، يعني هيدا في خلل بديمقراطيه الانتخابات وبالمبدا العام يعني للأفكار التي تطرح الانتخابات عليها، اللي هو البرنامج الانتخابي على سبيل المثال. وطبعا يعني من هالنوع من النقاط اللي بحاجة للتعديل. هل هذه الأفكار تأتي من أنه هذا المجلس النيابي الحالي لم يستطع أن يصل إلى حلول وسطى بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية على سبيل المثال، لذا هناك بحث لأن يكون القانون المقبل أو الانتخابات المقبلة تكون على قانون تكون شكل المجلس النيابي والتوزيع النيابي قابل لأن يشبه ربما السنوات الماضية ولا يشبه هذه السنوات الحالية وهذا الاصطفاف الحاصل حاليا بسبب هذا القانون الانتخابي؟ هو أولا يعني أي قانون اليوم بعد تجربة معينة تخاض بده يبين الثغرات اللي فيه من أجل تحسين هذه الثغرات بشكل أو بآخر، يعني هذا الأساس الموضوع أو النقطة الأساسية بهذا الأمر. الموضوع الثاني يعني عمليا مجلس النواب اليوم وصل لمحل يعني في استعصاء بانتخاب رئيس الجمهوريه، وبالتالي تعطلت كل السلطات الاخرى بما فيها الاجتماعات العاديه العامه لمجلس النواب، طبعا اضافه لموضوع الحكومه. لكن عمليا يعني اليوم دائما الافكار عم بيكون يعني بنظام مركب في توزيع طائفي
في دائما شكوى من التمثيل وعدم التمثيل، في شكوى من الأحجام النيابية. بالتالي لابد من أنه يكون في مراجعة للقانون الذي أقر الفترة الماضية، إضافة للي عم نقوله أنه في القانون الأساسي لاحظ تصويت الاقتراب بشكل معين ونعمل استثناء عليه بالجلسة قبل الانتخابات من أجل تعديله بشكل آخر. وبالتالي دائما في مفترض يعني على كل حال على مر تاريخ لبنان يعني قوانين الانتخابات تعدلت بشكل كثير متكرر يعني تفتيشا عن قانون افضل، لانه القانون المثالي بنظام طائفي بتوزيع طائفي من الصعوبه بمكان انه تقدري تحطي مبادئه الاساسيه وتمشي عليها، وبالتالي لابد من السعي الى افضل ممكن بالانتخابات. وبالتالي بقدر التجارب عم بتقول وين في ثغرات كل مره على مر كل هذا التاريخ وتعديل هذه الثغرات. يحكى بالموازاة مع تعديل قانون الانتخاب يحكى عن التمديد للمجلس النيابي الحالي، هل فعلا نحن ذاهبون إلى تمديد للمجلس، ولماذا الحديث مبكرا قبل سنتين من إجراء الانتخابات النيابية عن احتمالية التمديد للمجلس النيابي، لأنه وخصوصا أنه هذا المجلس أساسا عاجز عن القيام بأي شيء، فكيف له أن يمدد لنفسه بهيك شكل؟ تماما. يعني بس اولا خليني اقول لك انه يمكن لانه لابد من تعبئه، يعني بالمبدا انه كانه في تعبئه للفراغ السياسي الموجود بالبلد بعدم القدره على القيام بالمتوجبات الاهم بعمل مجلس النواب، اللي هو اولا انتخاب رئيس الجمهوريه الذي تاخر كثيرا وهذا امر كثير مؤسف. اثنين، انه هذا المجلس اليوم بفعل هذا التجاذب السياسي والفراغ الرئاسي عم بيخلي يعني اجتماعات مجلس النواب حتى بتشريع الدورة يعني قليلة جدا، وهذا أمر كثير مؤسف عند اليوم أنه مجلس مش عم بيقدر يقوم بواجبه بهذا الموضوع. يعني من المستغرب أنه يعني يكون في تمديد لهذا المجلس طالما في الاستعصاء الموجود، يعني واللي عم تقولي تماما يعني بوصف الحالة، لكن يمكن لانه تيعبوا فراغ اليوم بظل الاستعصاء العام واخذ الامور الى مكان اخر. لكن خليني اقول انه يعني اصلا يعني بكير ينحكى بهالمواضيع ومش لازم ينحكى بهالمواضيع اصلا، يعني تمديد لمجلس توزيعه يعني العملي والكتل فيه ما قدر ينجز، يعني بهيدي يعني بانتخابات الرئاسه طبعا هي الاهم، لكن حتى بامور اخرى في قوانين وإصلاحات يعني لم يستطع أن يقوم بأي شيء. طيب ولكن يعني هل حديث عن التمديد آت من مكان أنه هناك واقع بأنه لن يتم انتخاب رئيس للجمهورية قبل سنتين من الآن، وبالتالي قد تسبق الانتخابات النيابية الانتخابات الرئاسية في لبنان؟ يعني ما حدا بتمنى هالأمر هذا، لأنه حقيقة عم نشوف حجم الخسائر اللي عم يوقع فيها البلد نتيجة عدم انتخاب رئيس جمهورية وعدم عمل المؤسسات كما يتوجب، خاصة أنه نحن أمام استحقاقات داهمة لمراكز أساسية بالدولة ترأس مؤسسات يعني يتكل عليها ويعول عليها عمليا، واللي ممكن يصير عندنا إشكالية بعدم يعني إيجاد رؤساء لها أو تكوين هذه المجالس، يعني مثل الجيش والقضاء وغيره إلى آخره. وبالتالي مؤسف انه مجلس النواب ما ينتخب رئيس جمهوريه، وانا بقدر انه الجهد اليوم لازم ينصب بدل تكهنات، يعني بدل ما نروح الى احتمالات او تكهنات بالتمديد وغير التمديد، انه نسارع الى انتخاب رئيس جمهوريه وبالتالي انتظام المؤسسات العامه بالبلد. انا بقدر انه طرح الامر باكرا مش جدي، لانه وقت بده ينطرح جديا ما بينطرح، انه هيك تعودنا بالفترات الماضيه لخلق سجال بالبلد يمكن، واخذ الامور الى مكان اخر غير ما هي عليه اليوم. طيب وين هي العاد؟ نعم، من الى جانب كتلة التنمية والتحرير يعني مع ان يتم التعديل على قانون الانتخاب الحالي، تواصلتم مع كتل اخرى؟ انه هيدا بنشاف حقيقة بس ما تتوضح الافكار النهائية لهذا التعديل، يعني لنقاط التعديل بهذا القانون، ساعتها بنعمل
يعني إذا بدك حوار مع أو نقاش مع الكتل الأخرى من أجل يعني نشوف إنه مين الكتل يعني اللي حد اليوم ما في النقاش أو الحوار مع الكتل الأخرى من أجل رؤية إذا كانوا مؤيدين أم لا، لأنه بالأول مفروض تتبلور الأفكار اللي بحاجة للتعديل بشكل يعني جدي أو نهائي، وبالتالي بصير في حوار يعني على هذا الموضوع مع الكتل. نعم، سؤال أخير لحضرتك نائب ميشيل موسى، يعني بما أنه اليوم يزور أموس أوكستين إسرائيل، هل كان في وضع لبنان أو وضع الرئيس بري بأجواء هذه الزيارة؟ ماذا سيحمل معه إلى إسرائيل؟ وهل سيكون له زيارة إلى لبنان؟ يعني رح أحكي أنا والزميل عبد الله قمح عن هذا الموضوع، بس نستغل وجودك معنا لنسألك عن هذا الموضوع. اللي بعرفه أنا والمنطق انه هالزياره من اجل تبريد الجبهه الجنوبيه، اليوم الانتخابات الامريكيه عم تقرب وعم واضح انه اموس اوكستين يمثل يعني فريق بالسياسه الامريكيه ومصلحه معينه بين الفرقاء المتنافسين في الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي هو تبريد الجبهه من اجل اتاحه فرص اكبر بالانتخابات. نحن على كل حال موقف لبنان واضح، وموقف لبنان بلغه الرئيس بري لاوكستين، وبتهيألي انا والأكيد مش متهيألي، الأكيد أنه درس كثير من الأفكار والنقاط اللي أصبحت تقريبا جاهزة بانتظار وقف إطلاق النار بغزة، اللي هو البداية أو المفتاح الأساسي لوقف يعني المشاكل أو الاعتداءات والأمور اللي عم بتصير بالمنطقة العسكرية بالمنطقة. وبالتالي هذا الأمر واضح اليوم، إذا يعني واضح اليوم أنه هو بقصة محاولة يمكن قد تكون من المحاولات الأخيرة للضغط على إسرائيل من أجل تبريد الجبهات ومن أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة بعد كل الفظائع اللي شفناها بغزة. يعني اليوم الكل محرج، من يعني كل الفرقاء بالعالم اليوم محرجين أمام هذا الموضوع للأسف، ولو كانوا صامتين أو إبيبات، بس أنه بالآخر الناس عم بتشوف وعم ترى، وفي إحراجات وفي إشكالات يعني بين الرأي العام بهذه الدول وبين المسؤولين بهذه الدول. وطبعا الاعتداءات على جنوب لبنان اللي عم بتروح على قتل صحفيين، على قتل يعني ناشطين او عاملين في الدفاع المدني ومدنيين ما لهم علاقه بعمليه عسكريه. وبالتالي اليوم اذا قدر حقق شيء بزيارته لاسرائيل ممكن يجعل لبنان، بس اذا ما حقق شيء بقدر انا يعني ما في شيء اقوله بهذا الموضوع مع لبنان. كل النقاط يعني غير مرحب به في لبنان اذا ما اجى حامل شيء؟ لا مش غير مرحب به، لكن تنقول انه بده يجي مشان شو؟ مشان بعض النقاط، ما هي النقاط بتدرست وفي اتفاق على نقاط متعدده وفي بعض هيك الامور اللي بدها تسويه، بس هذا كله ينتظر الموقف الاسرائيلي اللي عم يهرب الى الامام بتصعيد الحرب لحد اليوم وعدم تهدئة يعني وقت الاعتداءات على لبنان وغزة. عضو كتلة التنمية والتحرير نائب ميشيل موسى، أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة معنا في هذه الحلقة من برنامج هنا بيروت.